السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. دائما نبقى مع التسجيلات الجامعية النهائية للطلبة الجدد، فبالتالي اليوم في جامعة لامين دباغين هو أنه لقيت الغاشي أنهم الطلبة يقومون بالتسجيلات، حتى أنه تم منع الآباء من الدخول إلى الجامعة لأنه لازم يدخلوا إلا الطلبة تاع السنة الأولى الجدد، يعني وأنه السنة الثانية والثالثة وأنه حتى الماستر تم منعهم من الدخول إلى الجامعة. بالإضافة أيضا هو أنه رسنامة التسجيلات الجامعية النهائية للطلبة الجدد متواصلة إلى غاية 18 سبتمبر، فبالتالي اللي حب يدفع حقوق التسجيل الجامعي ويأكد التسجيل تاعه ويخرج شهادة تأكيد التسجيل تاعه عبر الموقع أنه يقوم بهذه الطريقة. اللي حاب يروح يسجل حضوري في الجامعة، هنالك جامعات أنها تحكم في الملفات هو أنه التسجيلات عادية، اتفقنا؟ فبالتالي اللي حاب أنه يروح للموقع يدير بالموقع، واللي حاب يروح حضوري يروح حضوري. أنكم لازم تخرجوا شهادة تأكيد التسجيل بالبطاقة الذهبية، وأنكم ما تنتظروش بزاف، وأنكم ثم تخرجوا على البلاصة. أما على طريقة الحوالة البريدية وأنكم تنتظروا 24 ساعة وتخرجوا شهادة تأكيد التسجيل، وبعد على يومين ولا 3 أيام روحوا للجامعة تاعكم، فهي متواصلة إلى غاية 18 سبتمبر. أتمنى أنكم أفهمتوا، فبالتالي اللي حب يروح يسجل حضوري يروح يسجل حضوري، وإلى اللقاء.